رحمة الله، طلاب الصف الأول الثالث الإعدادي. إن شاء الله اليوم مع درس من دروس القرآن. بنتكلم عن دروس الطريق، والدرس بعنوان الطريق للنور. خلاص؟ واحد كان طيب دروس برايل الأول هو الذي وضع الطريقة، طريقة القراءة والكتابة لما فيه، وهنعرف إزاي من طريق من خلال تجربته ودراسة درس اليوم. طيب عام 1812 كان أبعد 1812 ميلادية في إحدى القرى الفرنسية، كان لويس برايل في السادسة من عمره. ذهب إلى والده إلى محل عمله، كان يعمل في صناعة السلوك اللي تضع على الخيول. بدأ هو يلعب بمثقابين وهو يجري سقط، فأصاب المثقابين وعينيه، فطبعا أصيب بالعمى وحزنت القرية كلها هذا الحادث. كان ما الذي خفف عن لويس برايل؟ خفف عن لويس برايل لأنه كان حاد الذكاء خفيف الروح، بدأ يتعلم القراءة والكتابة على طريقة المكوفين، لكن هذه الطريقة لم تشبع رغبته، لأن كانت ضخامة الحروف المستخدمة في هذه الطريقة تجعل كتابة قصة صغيرة أو قراءة قصة صغيرة تحتاج إلى مجلدات كبيرة، فبدأ يبحث ويكرس حياته كلها للوصول إلى طريقة تيسر على الميكروفين القراءة والكتابة. طيب بدأ لويس برايل يجرب ويجرب ويعيد التجربة عدة مرات، لكنه لم ييأس، حتى استعان بطريقة أحد الضباط عندما سمعها منه إيه هي الطريقة، أنهم كانوا يرسلون رسائل عن طريق الورق المقوى بها مجموعة من الثقوب، حيث يعرف من يلمسها بأنها شرطة أو نقطة في الظلام الشديد، وكانت برموز معينة يعرفها إيه الجنود. أخذ لويس برايل هذه الفكرة من أحد الضباط وبدأ يطور ويجرب، يفشل طارة وينجح طارة، يفشل مرات وينجح مرة، حتى استطاع أن يصرف إلى طريقة سهلة يسرت على المكفوفين القراءة والكتابة. خلاص؟ طيب إيه اللي خلى طريقة أو الذي جعل طريقة لويس برايل تنتشر؟ طبعا زي أي حد في بداية الأمر عندما عرض على الجامعات في فرنسا هذه الفكرة رفضوها، لكن في إحدى الحفلات قامت فتاة من تلاميذ برايل بدأ يعلمها لتلامذته، قامت فتاة من تلامذة برايل بتعلمه العزف على البيانو. عندما انتهت صفة قالها الجميع عزفت ببراعة وكانت طبعا من المكفوفين، لكن هذه الفتاة اعترفت بالجميل وردت الجميل إلى أستاذها وقالت بأن من يستحق الشكر والثناء هو لويس برايل الذي علمهم هذه الطريقة، لأنه كان قد وضع طريقة سهلة للحروف العربية والرموز الموسيقية والأرقام الحسابية. طبعا انتشرت هذه القصة في الصحف والمجلات وأسرع إليه العلماء، وانتشرت هذه الطريقة ودرست في معاهد وجامعات فرنسا، وأطلق على لويس برايل واحد الجنود المكفوفين، وكرمته القرية لأن صنعوا له تمثالا يفيض منه من عينيه النور. مع بعض كده في أول فقرة، طبعا زي ما قلنا إنه ولد عام 1812، الحادث كان في 1812، كان عمر برايل في السادسة من عمره 9 سنوات. صاحب أباه كان يعمل صانع للسلوك إلى محله القريب وبدأ يلعب بمثقالين، بعد كده وهو يجري زلت قدمه سقطت قدمه فخاب النور منهم. طيب لو قلنا أول معنى، لو قلنا يدعى طبعا معناه يسمى صاحب، يعني رفقة وعكسها فارقة، صانع جمعها صناع السلوك. طبعا احنا قلنا السلك ده هو يوضع على الظهر الخيول،
مفرد سلوك سيرش الى محل لعمله جمع محل محل واخذ هذا هو اخذ هنا بمعنى بدا الزبد يعني وندى سقطت وتعثرت قدمه فوقع على الارض واصاب بالقبل فخبا عند الذكر خبا يعني الخفا من النور. طبعا الاسئله كده سريعا متى مده نص قريب واين؟ طبعا في هذا الاسبوع في سبت 12 من التاريخ كان صابع صعود والى ان صاحبه إذا محل عمليه كيف فقد الاس قريب احكي القصه انه اخذ لهم مسقبين فسقط اصيبت عليهم. طيب زي ما اتفقنا واحنا بنشرح ان القريه انجزعت لهذا الحادث الاليم وانجزعت معناها تأثمت وعكسها هي صبرت. الحادث اللي هو هحكي له القصه عندما اصيب لوس قريب. طيب ما الذي خفف عن لوس قريب؟ اللي هو كان خفيف الروح حاد الذكاء يعني قوي الذكاء شديد الذكاء بدا يتعلم القراءه والكتابه عن طريق الحروف البارزه يعني الظاهره وعكسها الغائره. طيب لماذا لم تشبع هذه الطريقه؟ طريقه الحروف البارزه رغبه قريب لوس قريب لانه كان ارتفاع كل منها كل حرف عن سطح الورقة ثلاث بوصات وعرضها لا يقل عن بوصتين يعني إذا خرجت الحروف فكان ثلاث بوصات للعرض والارتفاع لا يقل عن بوصتين. على أن هذه الطريقة لم تشبع برايل. طيب عمل إيه برايل؟ قلنا إن هو كان بدأ يبحث ويجرب ليصل إلى طريقة سهلة للقراءة والكتابة بالنسبة للمكفوفين. طيب اللي كان بيخفي يزيد قدر برايل انه كان مرات يفشل ومرات ينجح ولم يتوصل الى فكرته. طب ايه الفكره التي استعان بها؟ زي ما اتفقنا ان هو استعان بفكره تحت الضباط في استخدام نقط وعلامات بدلا من الحروف. ايه هي الفكره؟ بانها احداث الفكره التي استعان بها يبقى احداث ثقوب في قطعه من الورق ثقوب معناها فتحات مفردها ثقب من في الورق المقوى بحيث يعرف من يلمس كل ثقب هو شرطة أم نقطة. يتمكن الضباط والجنود من قراءة هذه الورقة وهذه الرسائل في الصلاة. طيب ظل قريب خمس سنوات كاملة يدرس ويبحث ويجرب. كانت محاولاته مش كل مرة بالنجاح تكلل يعني تتوج. النجاح طار يعني مرة وتواجه بالفشل طار أخرى. طيب لكنه لم يتراجع. وصل في النهاية وصل إلى رموز سهلة للحروف الأبجدية والرموز الموسيقية والأعداد الحسابية. خلاص؟ يبقى إلى ما توصل برايل زي ما قلنا وضع رموز للحروف والعلامات الموسيقية والأرقام. هدي برايل يعني مرشد برايل في النهاية إلى هذه الطريقة لكن طبعا الأكاديمية في فرنسا هنا في بداية الأمر أعرضوا عنها رفضوها ابتعدوا عنها علمها لتلاميذه نتيجة الرفض لويس برايل علم هذه الطريقة لتلاميذه. طيب ايه ما الذي جعل طريقته تنتشر؟ علمها لتلاميذه في اوقات فراغهم لكن في طبعا زي ما قلنا إقامة حفل كبير الذي جعل الأمر ينتشر. حفل كبير ضم جمهورا وافرا من علة القوم. يعني ايه علة؟ يعني عظماء القوم او كبار القوم ومفرد عليه عليه. طيب ايه نتيجه الحفل؟ زي ما اتفقنا ان صفق الجميع في مراحل الفتاه عندما كانت تعزف. طيب يجي سالنا في الجلس طبعا هنا خلصنا كيف اشتهرت طريقته. يجي سالنا في الدرس عرفان بالجميل عندما وقفت الفتاه بعد انتهاء الحفل وصفق لها الجمهور واعترفت بان صاحب الفضل هو لويس ايه؟ برايل. خلاص؟ طيب ضجة القاعة بالتصفيق يعني ارتفعت الأصوات. طب نص ما قالته الفتاة هناك رجل عظيم أفنى زهرة عمره يعني ضيع شبابه في سبيلنا نحن الذين فقدنا نعمة البصر لأنها كانت من المكفوفين. خلاص؟ طبعا تحدثت عن طريقته وعبقريته ونجحت طريقته وتناقلتها الصحف والمجلات. هذا الامر الذي جعل لويس برايل يبكي. لماذا بكى برايل؟ عندما زف اليه تلامذته الخبر. ايه هو الخبر؟ تناقل الصحف ان الصحف والمجلات تناقلت قصه برايل واختراعه وزاع الامر في ارجاء فرنسا. طيب بعد انتشاره طبعا هم تكرر تعميم الطريقه في جميع معاهد فرنسا
وهرول إليهم لفيف يعني جامع من التلاميذ وينقلون إليه الخبر وأسرع إليه العلماء يتعلمون منه هذه الطريقة. بدأت وفاة إبراهيم في 43 من عمره، كان عمره 43 سنة، وأقيم له زي ما قلنا في القرية تمثال، يقول كفر كلما غير على وجوده، وأقيم له في القرية تمثال يفيض من عينيه النور شفقة ورحمة ومحبة، ووصف إبراهيم زي ما قلنا من واهب النور للمكفوفين. وإن شاء الله في مرة أخرى نتعرض لتدريبات هذا الدرس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.